السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الملعب، والبداية كالمعتاد بالعناوين. هذا المساء نتابع: روح النصر تنتصر في ديربي الكبار، النجوم والمغامر كارينو يعيدون بريق الأصفر للثلهج، والأمير فيصل بن تركي لقومباز استقل أمينكم مكانه المدرجات، انتقالات الشتاء تغلق دون عقوبات، محمد مسعد أو مسعد الأهلي هلاليا بالإعارة، هجر ونجران يجبران الاتحاد والاتفاق على التعادل، صدارة الفتح في اختبار الشباب غدا، الرائد والتعاون قمة مشتعلة في القصيم، قوة الأهلي تهدد جراح الوحدة بالمزيد، أهلا بكم. كانت هذه العناوين، واليوم هو يوم ساخن في مواجهاته وحتى في كافة أحداثه التي مرت رياضيا. أرحب في المستهل بضيفي الكريمين أسامة النعيمة، أهلا وسهلا، سعداء بتواجدك. هلا أبو خالد، مس عليك ومس على المشاهدين الكرام. عبد العزيز السويد، مرحبا بك. يا هلا ويا مرحبا فيك وفي الأخوة المشاهدين وفي الأخ أسامة، أهلا وسهلا بكما.